مع الكابتن غير كممثل المجموعه. بص عشان ما تنساهاش طول عمرك احنا بنحاول نحفظ الكلام الكتير ده بطريقه. اول واحد رقم 7، مش عندك رقم 7؟ تقول لي لا رقم 8 و9، رقم 9 ده يعني كونترا انديكيشن. هو الكتاب كان متوصل بيك بس ده كونترا انديكيشن. فمن 1 ل7 هنبدا بواحد يقول لك فيرست دوز هاي بوتنشال. يبقى بادئ من هايبو يا جماعه عشان ما تنساش. نفهمها ثم رقم 7 يا شبابنا هايبر كالينج. الناس تركز معايا بقى. يعني عشان ما انت بتذاكر لما تحب تفتكر في الامتحان ايه السايد افكتس بتاع البريل او بتاع الاي سي انهبيتور قول له بادئ من هايبو تنشن وهينتهي في هايبر كالينج. فسر انت هايبر كالينج وانا افسر لك هايبو تنشن ونتكلم. عد عن تفسير ليه بيحصل هايبر كالينج يا جماعه؟ بيعرف هرمون النساء واللي اسمه التستيرون، بيعرف التستيرون؟ مكسور. يعني التستيرون، بيحصل صوديوم موتر ايه؟ مكسور. سكريشن وبوتاسيوم ريتنشن، بس الريتنشن تعمل هايبر كالينج، ما تنسى الكلمة دي صم. يبقى أول سايد افكت بقوله رقم 7 معلش، هايبر كالينج. وعلى فكرة يا دكتور احنا لسه مخلصين مجموعة في الدايوريتك بتعمل هايبر كالينج. حد فاكرها البوتاسيوم سبيري؟ قول لي مثال. اسبارونو جدع. يبقى هايبر كالينج هنا بتنضاف على ايه؟ يعني معلومه برضه مع الاسبانيا لابتوب ماشي. خش فوق على رقم 1 فيرست دوز هاي بوتنش. اول جرعه يا جماعه من الكابتن ريت جرعه تحترم وممكن يحصل فيها هاي بوتنشن بس ان شاء الله مفيش سنكوب ولا حاجه. الكلمه دي سمعناها فين قبل كده بالظبط؟ برازوسين بالظبط. الناس ناسي اهو. في دواء اسمه برازوسين يا جماعه الفا 1 بلوكر. وقلت لك بيعمل سايد افكت ومريض اسمه فيرست دوز سنكوب او فيرست دوز هاي بوتنشن. وقلت المريض ساعتها تعمل ايه؟ قلت بنرجع ليه يا جماعه؟ قد الطيب وانت بجرعه صغيره. النهارده اسمع معايا. اكثر ناس بيحصل عندهم فيرست دوز هاي بوتنشال الناس اللي ما بياخدوش كابوتين بس بياخدوا دواء اسمه الصيدليه كابوزايد. النهارده عايز افهمك معلومه، ايه الفرق بين كابوتين دواء الصيدليه وكابوزايد؟ كابوتين ده بريل بس، كابوتين بس. لكن كابوزايد ده يا جماعه عباره عن ايه؟ كابتو بريل ومعاه سايزايد. عارف سايزايد ولا لا؟ اللي هو دايركت ده معمول في الصيدليه كومباينيشن. ده واحد اسمه كده الناس اللي بتوع الصيدليه ممكن يعرف اسمه ده. كابوزايد ده عباره عن كومباينيشن بريل مع سازايد في قرص واحد. الناس اللي بتاخد مع البريل ديوريتك بيحصل فيرست دوز هاي بوتنشن. هاو تو افويد؟ يقول لك يا بيه لو سمحت هتبدا ما تبداش الكابوزايد مره واحده، ابدا بكابتو بريل الاول وبعد كده بحوله لسازايد او حوله لكابوزايد. وبالتالي يا جماعه لو واحد ياخد ديوريتك بتاعه هاي بوتنشن اقول له ستوب الديوريتك الاول او ادي معانا محلول مال صلاين اهو. يبقى تو افويد ادي سلاين محلول مال علشان اتجنب الموضوع ده. وعلى فكره حل تاني، حل برده تاني سهل، يقول لك ستارت ويز لو دوز. ابدا بجرعه صغيره. وقلنا امبارح معلومه صغيره يا جماعه ما تنساش تاني. قلنا الكابتوبريل كدواء اول جرعه منه بالذات بتبقى الانسان سنسيتيف جدا ليها. فممكن يحصل هايبوتنشن، فيرست دوز هايبوتنشن. الحل فيها ايه؟ لو انا باخد دايوريتك اسمه سايازايد واقف في الدايوريتك ده شويه افتح عليه كده بس عاجبك منظرك فيك لاب بتجري ورا يعني الصوت ده من السلك ولا من الداع؟ اقوم من يا بنات حد ليش جيب التاكسي؟ ايوه بنات اغبوا البنات. ما ترجع اخويا الكرسي ده ورا بسرعه يعني. بص هو صبحي يجي كده ترى واحد يا ابني الرخم يجي هنا قدام الدار هو يجي هنا تعال قدام الدار بس استنى بس استنى سنسيتيف جدا لها. بالتالي ممكن يحصل سيفير بانزر ليتيشن يحصل سيفير هايبوتنشن. يقول لك مثلا ما الحل؟ هقول لك الحلين. اول حل لو بياخد دايوريتك مع الكابتو برين وقلت ده موجود اهو عشان افهمك ان ده موجود فعلا كومباينيشن اسمه دايوريتك مع كابتو بريل اسمه كابوزايد. كابتو بريل مع سايزايد. المهم اقول له لو سمحت انا واقف السايزايد ده بياخد دراج فاز فاز مفصل مفصل واحد اسمه سايزايد ستوب لحد بس ما نعدي اول فتره من كابتو بريل. طب فتره بيه قال لك انا ما باخدش سايزايد انا باخد كابتو بريل بس برضه بيحصل فيرست دوز هايبوتنشن. حلها ايه؟ حلها ستارت ويز لو دوز. انت جنبها معلش برضه يبقى حل الموضوع بتاع الفيرست دوز هايبوتنشن ده لو سمحت ستارت ويز لو دوز.
ابدا بجرعه صغيره. وهو ده المبدا اللي احنا هنتعلمه عشان شباب الامتياز. لما تبدا ان شاء الله تبقى تتخرج كده تعلم الدكتور القلب يعلمك يقول لك ايه. لما تيجي تدي كابوتين يا ابني ادي ربع قرص القلب. تقعد تقول له يا ربع قرص ليه؟ مش هيعمل حاجه. انا جربت امبارح وديت ربع ما الضغط ما نزلش. اديت ربع الثاني اديت ربع الثالث والرابع. طب ما ادي قرص مره واحده يا ابني. قرص مره واحده ده مع الفيرست دوز ده اللي هيحصل له هايبوتنشن بجد. يقول لك لا ادي ربع ضغطه ما ظبطش ادي ربع الثاني ما ظبطش ادي ربع الثاني. ليه بقى؟ انت ممكن تلاقي 100 مريض عدى عليك وما حصلهمش فيرست دوز هايبوتنشن، لكن واحد بس يحصل له فيرست دوز هايبوتنشن يكون عنده انجاينا لا قدر الله يدخل في غلط. ساعتها تقعد تعطل عمره. وذلك يا جماعه تو افويد فيرست دوز هايبوتنشن زي ما بتقول عندك. لو بياخد سايزايت او بياخد دوريتك ستوب الدوريتك واديله ملح صلاين اللي هو محلول ملح. او حل اخر مميز ستارت ويز لو دوز. ابدا بجرعه صغيره ثم علي الجرعه واحده. يبص يا ابني هو في الامتحان بيطلب ثلاثه سايد افكت مثلا. معاك اثنين قبل ما نخش بكلام التفاصيل. معاك فيرست دوز هايبوتنشن وده سمعناه مرتين في المنهج عشان تبقى فاهم. برازوسين وده النهارده اسمه كابتو بريل او بريل كلها. ثم السايد افكت رقم اثنين هايبر كاليميا وده سمعناه برضه في المنهج مرتين. طبعا سمعناه ثلاثه في سكيتا المصري سمعناه على فكره. بس اهم اثنين اللي هو بوتاسيوم سبيرنج دايوريتك والنهارده كابتو بريل. ثم عندنا في النص بقى نشرح بقى يا بيه. ايه السايد افكت يا دكتور اللي انت عايز تتكلم عليها؟ رقم اثنين ثلاثة أربعة خمسة ست. بص يا ابني معايا. A نعم B C D B كمان إيه؟ لو بياخد دوريتك وعايز يضيف عليه كابتو بريل قول له وقف دوريتك بس أول يومين. وإدي كابتو بريل لواحد وبعدين برجع دوريتك تاني حتى ما يعدي أول جرعة. الصلاين ما هو أنا هوقف دوريتك وأدي الصلاين عشان يظبط إيه؟ الموضوع بتاع يعني أنت في المستشفى لو بدي كابتو وحصل فيرست دوز هايبوتنشن إدي محلول ملح هيظبط. لكن لو بدات بجرعه صغيره مش هيحصل اي حاجه من الكلام ده. لا ما هو جدع انا بقول لو حصل فيرست دوز هايبوتنشن هعمل ايه؟ يعني دلوقتي اديت انا تعالى في الاستبانه يا جماعه اديت كابوتين قرص كامل تحت اللسان تحت ضغط الظروف بقى حد ضغط عليك وقال لك يا دكتور قرص كامل فقمت اديت مش حصل فيرست دوز هايبوتنشن هتعمل ايه؟ هتسيب الراجل ضغطه منخفض ما ينفعش اديله صلاين دلوقتي. لا ما هيرفعوا له النورمال بقى بس انت بعد كده اتعلم انت اللي غلطت من الاول. يبقى يا جماعه الفيرست دوز هايبوتنشن افويد ان انا اعمل دوريتك الاول او لو حصل ادي صلاه. بس خلينا نقعد نقعد يا عبدالله اقعد يا عبدالله شاور يا جماعه انت الرجل الرجل هنا مميته حاجه اول مره تسمعها اسمها انجيوديم. سمعت الكلمه دي قبل كده؟ انجيوديم يا جماعه مريض يحصل له سويلينج في الفيس واللبس هيكتبها عليه انجيوديما دي مكتوبه جنبها انجيوديما يعني ايه؟ سويلنج او اليرجي بيحصل في الفيس وخاصه اللبس. واحد يقول لي ايه الخطوره؟ يا جماعه كلمه انجيوديما دي كلمه فيتال تعادل كلمه اسمها انافيلاكتيك شوك. يا دكتور ما الانسان يحصل له اليرجي من الكابتو بريل؟ كابتو بريل ازاي؟ قال لك بيعمل ايه؟ انجيوديما تلاقي الوش ده كله كده مره تقعد تقول لي خوف يعني خوف ان بيحصل اسيس اكتناج وده كله بسبب ماده اسمها براديكايني. اوعى تنساه بس ده الليله كلها بص الليله كلها تبقى هنا اهو على براديكايني. يقول لك براديكايني هو اللي عمل كده هو احنا سؤال يا جماعه براديكايني امبارح زاد معانا ليه؟ عشان منعنا تكسيره منعنا الانزيم اللي اسمه انجوتينزين كونفرتنج انزيم. فهنا لو سمحت جنب انجوديما نتيجه البراديكاينين او البروستاجلاند. بعض الناس عندهم حساسيه من البراديكاينين لما يتجمع يحصل لا قدر الله انجوديما طبعا ساعتها ستوب الدراج ودي بقى كورتيزون والكلام ده ماشي. ادي ايه مصيبه. بي بيسموها في الباثولوجي بان سايتوبينيا. سمعت عن الكلمه دي؟ في كتب كاتبها بان سايتوبينيا على طول. يعني ايه بان سايتوبينيا يا جماعه؟ نقص جميع مكونات الدم كل الخلايا بتاع بلاد اللي هي ار بي سيز وايت بي سيز ليتل ال بيسموها بان. هنا الكتاب انا كاتب بالذات نيوتروبينيا. طبعا عارفين حاجه اسمها نيوتروفيل صح؟ النيوتروبينيا يا جماعه لما تضرب النيوتروبينيا ايه المصيبه؟ مفيش مناعه للطوخ. يعني طبعا هذا اليرجيك رياكشن بيحصل على البون مارو. البون مارو يحصل له ديبريشن يحصل نيوتروبينيا. ولذلك معلومه مهمه جدا ما ينفعش دكتور يدي كابتن بريل يقعد يستنى النتيجه يقول له يا ترى حصل ولا ما حصلش. اعمل لي يا دكتور لو سمحت سي بي سي كل شويه. ايه سي بي سي دي؟ كومبليت بلاد كاونت. اسمها بلاد كاونت او سي بي سي. دايما بيسموها كده. يقول لك اعمل لي بالعربي صوره دم كامله. فالمريض المفروض كل شويه يتابع صوره دم ليه؟ خوفا من بون مارو ديبريشن او نيوتروبينيا. ودي اللي عايز يسال اليرجيك رياكشن بيحصل على البون مارو.
يبقى معايا ايه؟ اليرجي مصيبه انجوديما. معانا بي بانسايتوبينيا اللي هي اسمها نيوتروبينيا. معانا سي صم بقى. اهو في الامتحان لو شاف كلمه سي دي يقول لك الواد ده فاهم. ودي كف. وركز في الكلمه دي صم. وجدوا ان حوالي بدون ما تكتب نسب 20% من الناس اللي بياخدوا كابتوبريل نتيجه برادكاينين بيحصل عندهم كف اسمها دراي كف او ايريتاتي كف، كحه ناشفه. كحه ما فيهاش سكريشن. على فكره لما يكون فيها سكريشن ده ممكن يكون انفكشن. السؤال بقى يا دكتور، دلوقتي انا جالي مريض بياخد كابتوبريل بقاله يومين ثلاثه بدا يشتكي من كحه. احتمال حاجه من الاثنين. الاحتمال الاكبر ان الكابتوبريل هو اللي سبب الكحه عن طريق برادكاينين. عايز تفهم معلومه، برادكاينين ده بيعمل ايه يا جماعه؟ بيعمل اريتيشن للبرونكيال وول او برونكال ماسل. ده يستدعي او يعمل اكزايتيشن لحاجه اسمها الافرنت. عارفين الافرنت؟ ولا تكتب اي حاجه. احنا واخدين كف ان شاء الله في الترم الثاني بالتفصيل. لما البرادكاينين ده يا جماعه في بعض الناس يعمل لهم اريتيشن في البرونكيال ميكوزا، يعمل اريتيشن في الافرنت نير. ده ما يتحفز يا جماعه يطلع لفين؟ للكف سنتر. فالكف سنتر يحصل له اكزايتيشن، يحصل على طول رد فعل اسمه كف، تبقى دراي ويرتن كحه ناشفه بس تبقى ليك موت. طيب تقول لي ما الحل فيها؟ الحل فيها استولدراي. انا انصحك كده لو انت عامل الدكتور استولدراي. طبعا هو بقى بيقعد يقول لك طب ما ندي دواء يمنع تكوين برادكاينين او يمنع تكوين بروستاجلاندين، انه الاسبرين. على فكره في الاسبرين لسه ما درسناش احنا الاسبرين مع بعض، اسمه نان استرويدال انتي انفلاماتوري دراج. على فكره الكلمه دي مخليه الناس كلها استفزت وبالتالي طلعت دواء جديد دلوقتي جاي بعد شويه. يقول لك كف، كف ده من ضمن اشهر السايد افكت اللي بتحصل يا جماعه من الاي سي ان اف. وخلوا بتوع القلب يفكروا، واحد يقول لي هي الكحه قلقت للدرجه دي؟ ايوه. لو واحد عنده القلب وقاعد يكح ورا بعضه ممكن ده يدخله في مايوكاردال انفاركشن. طب بلاش عنده القلب، واحد ما عندوش القلب، عنده ضغط بس. قال لك الكحه دي انا شفت مره والله انا سمعتها في الكتب زمان ان الكف ممكن تعمل كومبليكيشن ريفراكشن، كسر في الضلوع. فكنت اقول كلام كتب لحد ما شفتها مره والله مع مريض. مريض كده كان ايه؟ عنده كحه مزمنه وعلى فكره كان بسبب كابتوبريل والله. وكان ايه؟ عملنا اشعه على الصدر هنا ايه؟ في ضلعين مكسورين. يا حاج انت اتخبطت؟ لا ما اتخبطتش. امال اللي حصل؟ مفيش عادي. انا حاسس بوجع هنا شديد. فالوجع ده كان نتيجه كسر ضلعين نتيجه ان هو عنده كف بقاله شهرين. وان حد يعبره يا راجل، الراجل ده تو ما توقف له كابتوبريل وتغير بدواء تاني الكحه راحت. وبالتالي يا جماعه الكف دي حاجه تحترم جدا وسبيسيفيك سايد افكت. فاكر النيتريت هيدك؟ الصداع سايد افكت مش مميز لاي حد الا نيتريت. الكف سايد افكت مش مميز لاي حد الا برين. فالكف هنا يا جماعه صم مهمه جدا واللي تحتيها زيها بس الكف دي اهم. اسمها دراي كف. سببها برادكاينين او بروستاجلاند. عايز تحلها بدواء ولكن الكلام ده طبيا ما بيتنفذش. نان استرويد الانتي فاللي هو اسبرين. اسبرين بيمنع تصنيع برادكاينين وبروستاجلاند. ولكن الحقيقه اسلوب الدراج وبديله. هنشوف دلوقتي بديله مين. ثم معانا دي ديسفانكشن اوف تيست او اسمها ديسجوزي. كلمه ديسجوزي يا جماعه يعني ديسفانكشن مطلوع عندك او ديفكت في التيست. طعم الاكل بيبقى المريض متغير وده برضه بسبب ماده اسمها برادكاينين. يبقى بص معانا الرجي، معانا كاف، معانا ديسجوزيا. ديسجوزيا اللي هي ديفكت في التيست ده كله بسبب ماده اسمها برادكاينين. يقول لك ده في نص السايد افكت بسبب برادكاينين. على فكره مش كل الناس اللي بتاخد كابتوبريل بيحصل لها الكلام ده. الناس اللي عندهم قابليه لحدوث الرجي يبقى انجوديما برادكاينين دراي كاف. في ناس بياخدوا كابتوبريل على فكره ما عندهمش كاف، اقول لهم اضرب. وفي ناس ما بيحصلهمش مشاكل في التيست، طعم الاكل ما بيتغيرش. يبقى رقم اثنين، رقم أربعة، رقم خمسة كلهم مربوطين بكلمة اسمها بريدي كاينين، وهنا أليرجي على البومار. ثم رقم ستة الطامة الكبرى، بروتين يوريا. أيوه قفشناك يا دكتور أهو. أولاً أنا أعترف. يا دكتور أنت قلت لنا الحصة اللي فاتت معلومة وكانت زيادة. إن وعشان كده قلت مش عايز أقولها بس أنا قلت عشان تحت ضغط وما ربطناش عزم. قلنا أن المريض اللي عنده دايابيتيك نفروباسي فاكره؟ بياخد كابتوبريل ليه؟ طبعا معلومه سهله لو الناس كلها قالتها يقول لك 100% لانه مريض السكر ما بيتاثرش سلبيا بالكابتوبريل صح؟ نو افكت على الكربوهيدرات ميتابوليزم. وزي مريض السكر يستفيد من الكابتوبريل فاز دايليتيشن للضغط ولا يزود جلوكوز على الجلوكوز. بس قلنا بصراحه المعلومه الصح ان الكابتوبريل كان بيعمل ديكريز بروتين يوريا في هذا المريض. ازاي دكتور بيعمل رينال انفنت فازو ايه؟ جدع. هل احنا نسحب كلامنا؟ لا. في بعض الناس نسبة بالظبط، نتائج بالظبط اهو، يعني قعدت اسال كده يا جماعه كده احدث كلام نازل 1% فقط من الناس اللي بياخدوا كابتوبريل بيحصل لهم بروتين يوري. ازاي بقى يا دكتور؟ هقول الكلمه وان شاء الله ما تلبسوا باسورج تفهموها. بتقول لك في حاجه اسمها ممبرينس جلومرولونفرايتس.
ميمبرينس جلوميرولونفرايتس، ده التهاب بيحصل في الجلوميرولا يا جماعه او في البومنز كابسول، ساعتها النفرون بيبوظ، فساعتها ما يحصلش فلتريشن تلاقي البروتين نازل في اليورين. هل ده بيحصل في كل الناس؟ قالوا بالظبط 1%. قال لك ده نتيجه ان بيحصل الكابتوبريل بيعمل عمليه استرطان في الباثولوجي، وهتسمع انت ان شاء الله لو انت عندك الاسباب، قال لك بعض الادويه يقول لك دراج انديوز. انتوا عندكم اي مرض في الباثولوجي يقول لك ايه؟ له اسباب كده 6-7 منها ايتروجين. كلمه ايتروجين يعني دراج يعمل مرض. فافتكر الكلمه دي ان في حاجه اسمها ما تتفرقش مش عليك. ممبرينس جلوميرولونفرايتس. ممبرينس جلوميرولونفرايتس ده يا جماعه بيسببها الكابتوبريل في بعض الناس، ومعناها دكتور ايتس يعني ايتس معناها انفلاميشن بيحصل في البومز كابسول. ساعتها البومز كابسول ده يقوم منفي دي او معدي مين بروتين، يحصل بروتين يوري. الكلام ده 1% بس من الحالات بيعتمد على الرجيك رياكشن من كابتوبريل. ده ما يخلينيش الغي استخدامه في الدايابيتك نفروز. دكتور بيدي والله المريض البروتين يوريا بتاعته قلت، يبقى اذا الدراج شغال محترم اكمل بيه. لقيت المريض البروتين يوريا بتاعته زادت، يبقى الدراج ده عمل فيه ايه؟ بوظ الدنيا اكتر ما هو. بس هو لازم لابد منه. يبقى يا جماعه بروتين يوريا احتمال 1% وبسبب الاكشن مش طبيعي من الدواء. اكشن بيحصل 1% بالظبط. اسمه ممبرينس جلوميرولونفرايتس، وذاك الدكتور لازم يكون متابع. سيبك موضوع الدايابيتس. انا بدي كاوت الواحد طبيعي عنده الهايبر تنشن بس. اسيبه؟ لا. تابع معاه لو سمحت بيورين ايه؟ علم عليها يورين اناليسيس. عشان اتجنب حدوث جلوميرولونفرايتس اللي هي بتعمل بروتين يورين. ماشي يا جماعه؟ يبقى بص عشان دي برضه انا هتقول واحد يقول لي طب يا دكتور ما كده الكلام متعارض. الكلام مش متعارض. لو عندي مريض هايبر تنشن بس ما عندوش سكر ولا اي حاجه وبياخد كابتوبريل، اتابع وظائف الكلى، اعمل له تحليل بول كل شويه. ليه؟ قول له ممكن من احتمالات الكابتوبريل 1% ان يحصل من ممبرينس جلوميرولونفرايتس وادي لابروتين يورين. طب لو عندي مريض دايابيتك نفروز انا عايز ادي له كابتوبريل ليه؟ قال لك لان الشغل الطبيعي، الشغل الطبيعي بتاع كابتوبريل في كل الناس اللي يعمل رينا ديفرنت باوز يا جماعه؟ فادي البروتين ايه؟ يوريا. وصلت؟ مفيش تعارض بس فهم. ولذلك انا ما كنتش عايز اقول هنا ليه؟ عشان انت طالب في سنه ثالثه تقول لي هتتلخبط وكده، سنه كام سنه بتبقى في بطنه؟ هتفرم غصب عن عين. تاني الحته الصغيره دي؟ طيب احنا ما عندناش في المنهج فوق، عشان كده الكتاب ما رضيش يقولها فوق، قال لك فيري امبورتنت وسابق. الكتاب فوق قال ايه؟ قال لك يستخدم الكابتوبريل في دايابيتك نفروباسي بين قوسين فيري امبورتنت. فقلت لك الناس اللي عندهم سكر ونفروباسي بيبقى ضغطهم عالي، بس ده ليه في الضغط يا جماعه؟ عشان ملوش تاثير على الجلوكوز. ده الكلام اللي هو سهل. بس انا دخلت بقى في ايه؟ في مشكله. ودي حقيقه علميه، انا مش بقول لك ان انا قلت اقولها علميا عشان تتعلم انت. ان يا دكتور الكابتوبريل استخدامه الاساسي في الدايابيتك نفروسي عشان يقلل حدوث بروتينيوريا عن طريق رينا ديفرنت فاز دايليتيشن. النهارده جاي يقول لي في السايد افكت بروتينيوريا، بقول لك ما فاهم لك اهو. الكلام بالظبط كده من المرجع اللي بنقول منه كتاب 1% من الحالات وبيحصل في حاله حدوث ممبرينس جلوميرولونفرايتس، وده الرجيك رياكشن بيحصل من الكابتوبريل في الجلوميرولاي او بومنز كابسول، ساعتها البروتين هيقوم نازل في اليورين. ساعتها الشخص الطبيعي هيجوز عنده جلوميرولاي يحصل ايه؟ بروتين يورين. ولذلك يقول لك دو يورين اناليسيس فريكوينت. يبقى انا عندي تحليلين مطلوبين كل مريض بياخد كابتوبريل. الكلام ده ما حصلش في مصر للاسف. تحليل اسمه سي بي سي. سي بي سي يعني بث. طب ليه يا جماعه سي بي سي؟ عشان اتجنب موضوع اليوترين بيني او بان سالتوبين. ثم مطلوب تحليل يورين اناليسيس. ليه يا جماعه اناليسيس؟ تو ديتكت بروتين يورين. يبقى اذا دولت كده 7 سايد افكت مهمين جدا لحد بكره. يبقى بدانا فيرست دوز هايبو يا جماعه. هايبوتنشن، هاو تو افويد، اديله صلاين بعد لو حصل هايبوتنشن اديله صلاين محلو مال، او اديله لودو. ابدا بقى يقول لك كده علم الدكتور يبدا بلودوز. ثم رقم 7 هايبر كاليميا، وبين في النص يا جماعه ايه اللي هي لودو ايه؟ الرجي اسمها انجيو اوديما. سويلنج في الفيس والليب، وده بيحصل مع الكابتوبريل بالذات. بعد كده في بان سايتوبينيا اسمها نيوتروبينيا، ناقص نيوتروفيلز بيعمل سي بي سي. كاف صم سايد افكت مميز جدا. دراي كاف ايرتنت كاف حلها الدواء في دراج، يا اما تدي نون استرويدال بيمنع تكوين برادي داينين وبروستاتا. ثم ديس جوز نفس الكلام افكت في التيست. بعد كده عندنا بروتين يوريا تحصل في نسبه قليله، ولذلك نعمل احنا يورين اناليسيس. ماشي يا جماعه؟ ده كده اسمه سايد افكت يعني في الامتحان ده سايد افكت. لكن اللي تجي دلوقتي يا جماعه لو سمحت، هو الكتاب كاتبهم على بعض، ده كونترا انديكيشن، ممنوع منع باتا ادي كابتوبريل. على فكره الاثنين دولت هم كونترا انديكيشن. في طبعا في الكتب الثانيه 6 كونترا انديكيشن، في 8 كتاب قال لك الاثنين الخلاصه.
اوعى تدي لو سمحت الواحد عنده رقم واحد بايلاترال رينال ارتريستينوز. ركز مع الصبور. احنا في حته يعني جامده شويه، يعني هو الكتاب بتاعك بيكلمك ان انت مش طالب سنه ثالثه، انت خلاص راجل بتاع سنه خمسه بتدرس كارديولوجي. كارديولوجي ده برانش في البطن. فبقول لك ايه؟ اسمع كده، بايلاترال رينال ارتريستينوز يعني ايه؟ رينال ارتر الاثنين ضيقين. واحد افكر لك كدكتور ايه دي؟ كابتن فريد بقول له يا ابني، قال لي ما بيعمل رينال فاز دايليتيشن. ايه رايك انت؟ يعني دلوقتي الكلام رفلي، يعني انا هقول لك حاجه بامانه، وانا طالب في سنه ثالثه كنت عمال افكر فيها وهي ما فهمتهاش. كنت هقول ايه؟ طب دلوقتي كابتن فريد ده بيعمل فاز دايليتيشن وهو عنده رينال ارتر ايه؟ استينوز، يعني رينال ارتر ضيق صح؟ طب ما نديله كابتن فريد ده مصلحه هيوسع رينال ارتر يا ابني يبقى 100 100. انت فهمت حاجه السنه دي بقى؟ قول لي كده انت احسن، على فكره انتوا احسن مننا حظا يعني. قول لي كده، انا كنت فاهم ان انا اوسع رينال ارتري فيقوم وصل الدم للكلى كويس يبقى انا كده حليت الموضوع. اه ده احنا كنا فاهمين. لا الكلام بقى النظيف ان ده بيوسع الافرنت ولا ايه؟ طب ركز مع الصبور. واحد عنده رينال افرنت ضيق، يعني الدم اللي جاي يا جماعه قليل ولا كتير؟ قليل جدا. تخيل لما الدم ده يجي قليل، يعني الراب بلاد فلو، الراب بلاد فلو قليل وانا موسع الافرنت يا سيدي، يقوم حاصل ايه؟ مفيش فلتريشن. على فكره مكتوب عندك اهو ده اللي بيخش فيتال رينال فيلير. تخيل كده لما يكون الدم جاي نورمال وبيتسحب بيحصل فشل كلوي. طب تخيل الدم جاي قليل واتسحب، ده مش قال لك رينال فيلير، ده راجل احترم قال لك فيتال رينال فيلير، ده اللي هيموت، ده تخش بس سجن. على فكره كل كتب الفارما بالاجماع عايز لك ده اهم كونترا انديكيشن، لو انسان عنده بايلاتر رينال ارتستينوزس اللي عايز يكتبها بقى يحصل ايه؟ على ماتي كاتب ايه المشكله يا جماعه؟ ليه بيحصل السؤال بقى؟ ليه بيحصل في فيتال فشل كلوي قاتل؟ قال لك عشان بيعمل الكلمه احنا قلناها الحصه اللي فاتت، رينال افرنت فازو دايلاتيشن، جاي الفلتريشن. يعني الدم جاي قليل يا جماعه، ده الراجل ده اصلا ربنا يعافينا، المرض ده كونجينيتال على فكره، المرض ده ربنا يعافينا كونجينيتال. مرض بيبقى الانسان مولود بيه ما بيبانش الا بعد ما يبقى قضى. الانسان ده بيخش غسيل كلى خاصه. بس انا بحاول اخر موضوع الغسيل ده شويه، يعني الانسان ما ينفعش يتعطل 18 سنه من دلوقتي جسم. تبقى مشكله، بقول لك ايه ادي دواء بس ايه؟ ياخر الموضوع بروجيشن شويه، ادي دواء يمنع علينا فيلم، فتقوم انت مدي يا راجل كابتن بريد يا مفتري انت كده امال هيكس بكره؟ ده لو اتلحق قول له انت عملت ايه؟ انت الدم اللي جاي قليل عملت له تسكيل منعت الفلتريشن فدخلته في تنارين الفيلم، وزيك ده كنت اديكيشن طبعا في ناس تقول ايه؟ طب قدر كان يوني لاترال احرقتني. اه والله على فكره في كتب الفارما بيقول لك لو انت مزنوق يونيلاترال ينفع يونيلاترال ينفع عندي كاتوبين. بس انا اقول لك نصيحه، انت جرب دكتور جمال اعمل إيه انشره غليل اللي عنده ليه رد استنول طبعا هو بايظ، يقول لك الموضوع بايظ. انت عارف ان احنا ممكن نعيش بكلى واحده ربع كلى وراجل، فلو في ناحيه واحده سليمه واحده بايظه ممكن تدي كاتوبين كهايبر تنشن. يبقى اذا هنا رقم اثنين كنت اديش رقم واحد دي صم ممدوع في البار لاتر رين ارتستينوزس لانه بيعمل بيعمل ايه؟ ديكريز الفلتريشن يعمل لينا فيلم. ممنوع اثناء البريجنانسي. وعايز اسال الناس سؤال لو سمحتوا ردوا عليا. من هو دراج اوف تشويس ان هايبر تنشن ويز بريجنانسي؟ الفا ميسايل دوبر. حد وقتنا هذا الدوميت ده تاخد علم محترم. اما الدواء ده كابتوبريل ممنوع، واحده ماشيه على كام تن؟ بس دلوقتي بقت حامل ولا مو ممنوع. يتوقف ليه؟ هاي تراتوجين. كابتوبريل اثناء السكند والثيرد تريمستر. ايه السكند والثيرد تريمستر دول؟ يعني بعد اول ثلاث شهور، يعني لو الشهر شهور التانيين ثلاث شهور الترتيب. يعني من ثلاثه لحد تسع شهور. يعني يا جماعه اسمع الحمد لله ممنوع ليها بيه؟ ليها من عندك شويه حاجات فيتال هنا بقى مش فيتال، فاهم ولا لا؟ يعني كان الناس بتطلبه برضه عيب يعني. فيتال فوق غير فيتال تحت. طبعا فيتال فوق يعني ايه؟ فيتال تحت يعني ايه؟ فيتس جنين يعني. فيتال هايبوتنشن، ودي اللي حصل لها هايبوتنشن، يعني الواد نازل كده ضغط مخفض. ويحصل حاجه اسمها مال فورميشن، تشوه في الجنين، ويحصل اوليجو هايدرومينز دي يا جماعه سمعتوا عنها؟ اوليجو هايدرومينز دوت اللي هو نقص الامنيوتك فلويد. انت اصلا دكتور، دكتور بتاع النساء بيعمل ايه؟ يحط السمار كده على الام عشان يشوف اللي فات، ويقعد بقى شايف يا عمر اقول لك؟ اهو ولا يا دكتور هيبقى مبسوط؟ شايف عليك المهم الدكتور بيطمن على ايه؟ على الميه. ولا يا ماما الميه الحمد لله. ولا ولا كده المفروض انت بقى الدكتور تبقى فاهم. لا الميه الحمد لله نظيفه زي الفل وكتيره الحمد لله. لا الميه قليله. ولا يا ماما اشربي ميه عشان سبايك. الميه القليله دي ممكن يحصل ايه؟ ممكن يحصل لا قدر الله ديس للفيتس بيسموها اوليجو هيدرومينز. هيدرومينز دي يا جماعه نقص ال طيب ادي يا سيدي قصه. وطبعا بيعمل ايه؟
بيعمل فيتال ادروجينز. ادي الجست سايد افكت معلش كانت وقت ليه لانها تحترق. تتركش بص معايا صابونه وانت قوم. انا عايز الانتراكشن تبقى معاك فاش تحفظها. هحط دراجين سيبك من الورق هحط دراجين مع بعض وانت قول لي النتيجه. طلع عبد الله قول لي اول واحده اول. لما واحد يا جماعه من الانتراكشن كلام ده اسمع انا مش هقول لك اول واحده عايز ايه انا ما اقدرش اسمع اول واحده انت كل واحد عنده حاجه تاني فاهم مظبوط بلاش استنيك. بص يا جماعه سيبك من الورق احنا هنجربها معادله معادله. انت كدكتور اديت كابتو برين مع صايع صايع كام سي على فكره اسمعوا ده اسمه في الصيدليه كابو صايع كابو صايع ده ما كملش. لو اديت كابتو بريل مع سبايرون ولاكتون سمعت عن سبايرون كل الكلام مكتوب عندك بس احنا نجيبه بطريقه ثانيه نجيبه بطريقه ثانيه يا جماعه الله اسمع الثالثه. لو اديت كابتو بريل مع نون ستيرويد انتي انفلاماتوري اللي هو اسبرين كابسول واديت كابتو بريل مع بص معايا الصبره كملها 8 طيب اقفل انا عايز اختار الاستاذ عبد الله يقول لنا رقم 2 ما تقعدش تبص رقم 2 مش اصلا. طب ما احسن واحد دلوقتي بياخد كابتو بريل وبياخد معاه سبانولا كتون متوقع احسن هايبوتنشال ليه هايبر كاليميا هايبر كاليميا فسرها لي تبقى جدع هايبر كاليميا ليه مظبوط مظبوط قول لي بقى ده بيعمل ايه ده بيعمل ايه وانا سيبك يا راجل اه الله يسلمك ده بيعمل ايه ده بيعمل ايه الهرمون اسمه ايه؟ ايوه بيقلل الريتنشن بيقلل البوتاسيوم والهيدروجين سكريشن ايوه بيعمل بوتاسيوم ريتنشن صح ازاي؟ يعني ده بيعمل بوتاسيوم ريتنشن وده بيعمل بوتاسيوم ريتنشن ده ازاي في كلمه وده ازاي في كلمه؟ يبقى انت كده جبت انتراكشن جدا يعني ده بالاكشن بتاعه ايوه الاكشن ايه يعني انا عايز اعمل اصل انا قلت لك بيشتغل ازاي انت ايوه اردوستيرون انتاج ونستلاك لهم اصلا ايوه كده يبقى يا جماعه اصل انا قلت ده اردوستيرون انتاجونست بيقفل الريسبتور بتاع اردوستيرون. طيب النهارده كابتو بريل بيمنع ايه؟ بيمنع سينسس بيمنع ريليز فالاثنين مع بعض بيحصل هايبر ايه؟ كلمه سهل هايبر كلمه انا عايزك تفهم بس انا مش عايز الكلام الدش ده الكلام اللي هو انش ده ما بياكلش عيش عايزين كلمه يا دكتور اسبانولاكتون ده دواء اسمه بوتاسيوم اسبيرين ده بيسموه الدوستيرون انتاجونست يعني ايه الدوستيرون انتاجونست؟ بيقفل الريسبتور بتاع الدوستيرون وبالنسبه للكابتو بريل ومجموعته بيمنعوا ريليز بتاع الدوستيرون يبقى هنا الدوستيرون مش موجود تماما مره قفلت الريسبتور ومره منعت السنس بتاعه وبالتالي يحصل سيفير هايبر كاليميا تحترم نفسك ابقى كده دي ممكن تعمل مصايب تعمل ارست. طيب السؤال الثاني سهل لو اديت كابتو بريل مع سايزايد يحصل سيفير هايبو ايه؟ قلت لك فريزوس هايبوتنشن كنا نحلها ازاي؟ طبعا لان الاثنين يا جماعه بيعملوا هايبوناتري يعني ده بيعمل هايبوناتريميا وده بيعمل هايبوناتريميا صوت لما يقل خالص يحصل ايه؟ هايبوتنشن. طيب الثالثه بص معايا ايه رايك يا دكتور في موضوع النون ستيرويدال اللي هو الاسبرين لسه ما درسناهوش طبعا مع كاتوبريل؟ اولا موضوع الكف هيختفي يعني ممكن نكتب كده هيقلل الكف صح؟ حد عارف ليه شويه؟ لا احنا لسه ما درسناش احنا اسبرين بس معلومه صغيره هيمنع تصنيع برادي كاينين وبروستاجلاندين لما يمنع برادي كاينين وبروستاجلاندين يبقى يقلل الكف يبقى دي حاجه حلوه بس خلي بالك لما يقلل البرادكاينين وبروستاجلاندين بيعوق الاكشن بتاع البريل كفازو دايليت. لا تنسى ان البرادكاينين ده كمان بتعمل فازو ايه؟ دايليتيشن وبالتالي مكتوب ايه؟ يعني الفكره ولا ايه؟ مكتوب ان هو بيقلل الهايبوتنشن في الكبده يا جماعه. بيقلل الهايبوتنسفيك ماشي؟ طيب يبقى دي بيقلل الكف بيقلل الهايبوتنسفيك يعني بيضغط الاكشن بتاع البريلكاي كانتي هايبر تنسبر ثم انتسد يا جماعه. بص ان شاء الله انتسد دي لما تقابلنا كل ما نيجي نتزنق في دواء ما يمتصش يقول انتسد اللي انتسد بيضع بالاسيديتي بتاع الاستومك فالدراج ده اذا كان بيمتص الاستومك لانه اسيديك شخص يبقى انتسد بتاع الابزوربشن بتاع الاي سي بنفر يبقى دي يا جماعه يعني انتراكشن انا يهمني جدا رقم 2 عيب قوي يا سيدي لما تجمع لمريض كابتو بريل مع اسبرون لاكتون يحصل سيفير بوتاسيوم ريتنشن يحصل سيفير هايبر ايه؟ كليمي ودي على فكره بتعمل كارديك اريست لو سمحت دي مصيبه مش سهله يعني. بعد كده الاسبرين والله يعني في حاجه حلوه ان هو بيقلل الكف لا حصل وعارف عشان بيمنع الاكشن بتاعه كهايبوتنسيف ليه؟ بيمنع برادكاين. السازات طبعا فوق هو ده كومباينيشن يختار ابدا المريض فيه بجرعه صغيره لو سمحت. عندك يا سيدي بقى كلمتين كده عشان نخش على المجموعه اللي عامله قلق بقى المجموعه الجديده بقى اللي طالعه 20 كلمه واحده. اولا كابتو بريل يا جماعه الكوكايين اسمع يا سيدي قول
الواحد اللي مين؟ انتسب. انتسب يعني الاول هندسه امداد الحمول اللي هو فوار فلوس في الصيدليه او راني، عارفين راني فوار ده؟ الفوار ده يا جماعه هندسه امداد الحمول. لو الدراج ده اسيدك بيمتص من المعده، مش هيمتص فلا هندسه بيمنع ابزوربشن بتاع الكابتو بريل من المعده. وصلت؟ الكابتو بريل يا جماعه اول دراج بيبدا بيه كلمتين كايليتك بسرعه. اولا الدراج ده بيمتص من الاستومك بس الفود الاكل بياخد الابزوربشن بتاعه، ولذلك الظاهر كده في الروشته بتاع الدكتور على الريق. اقرا كده الكابتن بيقول لك على الريق. على الريق يعني ايه؟ قبل ما تفطر. طب ليه الدكتور بيحب دي قبل الفطار؟ فكر معايا، ما انا عايز دلوقتي اقول الكلام ده بتاع الفارما في العملي. ما هنشوف العملي بتاعنا ايه؟ الحياه العمليه بتاعتنا ايه؟ بيقول لك كابتن بيقول على الريق. على الريق يعني قبل الفطار. يقول لك طب اصحى الصبح قبل ما تفطر ولا اي حاجه، خد ورصه الفطار نص ساعه بس. يقول لك ليه؟ لان الاكل بيقلل ابزوربشن بتاع الكابتن بيقول. فهمتها بقى النهارده؟ يبقى اول حاجه هو بيمتص من الجي اي تي بات فود ديكريت ابزوربشن. سو بي فور مي اللي دي على معده فاضيه. الديستريبيوشن نوت باس البي بي بي احسن، حتى ما لهوش سايد افكت على السي ان اس. الميتابوليزم والاكسكريشن مناصفه، الدراج ده محترم يا جماعه. لا بيحمل على الكدني ولا بيحمل على الليفر. 50% فين؟ في الليفر. و50% تانيين فين؟ فين؟ سؤال كابتو بريل ده اكتف ولا برو دراج؟ اسال اكتف. يبقى شورت ولا لونج؟ شورت ديوريشن. يبقى يتاخد مره واحده في اليوم ولا ثلاث مرات او مرتين؟ ثلاثه او مرتين. ثلاثه. على فكره الدواء ده التي هاف بتاعته اللي عايز يلعب 6 لـ 8 ساعات، ولذلك ادام التي هاف تساوي كده يبقى الانترفال كده. الدرجه يا جماعه بيتاخد 3 مرات في اليوم. وانا عايز افهمه لك بقى كراجل دكتور. لما تلاقي الدكتور بتاع قلبي كده ربع في ثلاثه، ربع قرص 3 مرات في اليوم، ما تقول انت بتخصصه ليه؟ يا عم عليا قرص واحد. هو انت بتحسب ايه؟ هو لك ربع قرص كل 8 ساعات. الراجل عايز جرعه صغيره، وعايز الجرعه الصغيره دي تشتغل طول النهار. فالراجل يعمل ايه؟ يقول لك ربع قرص 3 مرات. في بقى مريض يقول لك يعني حبكه يعني يا عم في ربع من عندي هديه يبقى قرص كامل ومره واحده في نص اليوم. كده الشمع والله في دكاتره ما فاهمه الكلام ده. يقول لك ايه يا عم؟ ادي قرص خالص. يقول لك كده. فالمشاهد ماشي، انت فاهم بقى يا ابني؟ الدواء ده شورت ديوريشن. ده اكتر واحد فيهم شورت، ده الوحيد اللي بيتاخد فيهم 3 مرات، الباقي كله بيبقى مره واحده في اليوم. لانه اكتف فور، فهمت عليها؟ مكتوب عندك تحت ايه؟ الدواء ده خد كمان 2 شورت اكتف او 3 بير دي 3 مرات في اليوم. طبعا هو اشهر واحد بيعمل سايد افكت اسمه انجو. ايه؟ يعني انجو دي بقى يا جماعه؟ سويلنج في الفيس اند ليكس. ده مين كابتن؟ الثاني اخوه اسمه ليزينوبرين. ليزينوبرين ده يا جماعه الصيدليه مشهور بقى في ايزابريل. الدواء ده طبعا بيبقى برودرنج. ده برو دراج يا جماعه؟ لا ده سوري اكتف فور. ده اكتف فور ده نوت. ده يا جماعه مش محتاج يحصل له اكتيفيشن. الدراج الثالث بقى اللي اسمه فوزينوبريل. فوزينوبريل ده يا جماعه بينزل في البايد على ملعقه صم في ام سي كيو. ام سي كيو بص يا لو خيرتك ما بين دراجين في الكابتو في البريل، يعني دراج اسمه كابتو مثلا ودراج اسمه انالا ودراج اسمه فوزين، في واحد عنده رينال امبيرمنت فوزينو ليه؟ ينزل في البايت، ليس له علاقه باليورين. بس خلي بالك من حاجه، كل البرين زفت على الكلى، صح؟ انا قلت لا. يعني واحد دلوقتي كان عنده كلى في وظائف الكلى مثلا كرياتينه كام؟ 1.5 2 يبقى انا في بدايه مشاكل في الكلى. اقول له احنا مسدودين في بريل قوي. اقول له لو مسدود في بريل خلينا في فوزينو. فوزينو بينزل فين؟ في البايت. طب لا اذا وصل الكرياتين يا جماعه فوق الاربعه، قول له كلهم هيقفوا. ليه؟ حد عارف ولا لا؟ ده واحد دلوقتي كاتينو فوق الاربعة، طبعا اربعة ده رقم عادي، المفروض نورمال لحد واحد وشوية. اربعة في الكاتينو يبقى عادي. هوقف دراج كل هوقف كل بريل يا جماعة، حد يفهمها لي بقى. يبقى الرينا بيفرن فازايلاتيشن، بيعمل جي ال جي اف ار ممكن يعمل رينال فيلير. ومعلومة تانية عشان ما ننساش قبل ما نقفل البريل، على فكرة يا جماعة الايه مع الايه ممنوعين. ايه مع الايه لا يجتمعان. اي سي انهبيتور مع اكيوت رينال فيلير. لو واحد عنده فشل كلوي حاد، وطبعا ليه بتقول اكيوت؟ لان ان شاء الله بتبقى سنه 5 تفهم كورونيك حاجه ثانيه. موال كبير جدا. فبقول اهو ايه مع ايه؟ مش انا مش هيبقى عشان اكيوت. الكورونيك ممكن استخدم فيه جرين، لكن الاكيوت لا. يبقى الايه سينيتور ممنوع مع الاكيوت رينال فيل. ادي الحرف الثالث اللي اتعمل. كده اسمك مين؟ لا انت خدت ايه؟ بي بي دي دي سي مع السي. ان شاء الله لما ناخد هارت فيلر نعرف سي مع السي ممنوعين. كونجستيف هارت فيلر ممنوع معاه. مجموعه بقى انتظر. دلوقتي يا دكتور بقى انا على السبورة اشرح بكل فخر واعتزاز المجموعه الصغيره دي. المجموعه دي ما فيهاش ولا كلمه. فكره الكلام ده كله هتساوي زي الكتاب، لكن المجموعه دي تخلص في كلمه واحده. بص على السبورة معلش.
هي دي ار بي دي. لا خلاص صعب عليك، انا قفلت الاكونت عشان اسلم. هي دي ار بي دي يا حسين. هي دي ار بي دي. ريسبتور بلوكر. ار بي دي. ريسبتور بلوكر يلا. اه اخر اخر كلمه اي ار بي. يا ابن ال يا ابن 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 يا ربي لا والله ما عندناش سيكتور بلوكر. الحصه اللي فاتت يا جماعه فين دي المشكله؟ هي يا عم عندي سيكتور ريسبتور بلوكر. لا والله هي دلوقتي يا جماعه دي اهو العنوان بتاعها. بص يا في الامتحان حته بقولها دي حته مهمه للغايه، هي تحول بسيط في كلمه واحده هتلاقي نفسك خلصت الموضوع ده خلال المجني. بص معايا الصبور. ايه مشكله يا جماعه الاس انهبيتور مع المريض؟ قلت كلمه اسمها انجيوديما، كلمه اسمها دراي كاف، كلمه اسمها ديفكتيف تيست، وممكن يحصل الرجل ده عشان بسبب الرجل الجامي. دلوقتي لو ربنا وفقني وعملت مجموعه جديده بدون ما تاثر على البرادي كاينين اقول لك كتر خيرك. فاكر ناس الحصه اللي فاتت ولا ايه؟ قول لي انجو ايه؟ رد عليا. انجو تنسينوجين. بعد كده ريلي بيكمل يعني رجع لي يا جماعه. انجو تنزين 1 بعد كده انجو تنزين انجو تنزين 2 ده يا جماعه بيشتغل الشغل بتاعه. في زميل اسمه كان اسمه ايه صح؟ ايه ده كان بيعمل ايه؟ بيكسر ماده اسمها برادي كاينين ده في الفيزيولوجي. انا لما بمنع الايس ده بيتجمع عندي في الجسم برادي ايه يا جماعه؟ وازاي بيحصل كلمه اسمها دراي كاف والرجي وديفكت تيست الحاجات اللي مش نص السايد افكت كانت تبع ماده اسمها راديكال. فهم نجحوا الحمد لله. يقول لك طب ما بلاها مالكش دعوه ما تمنعش سيب ده شغل ادي دراك. الناس معاك ادي دراك يقفل الريسبتورز بتاعه انجوتنزين 2. معلومه صغيره يا جماعه انجوتنزين 2 اسمه اي تي عشان تبقى انت كده انجوتنزين 2 تي اللي هي 2 دول اثنين ريسبتور واحد بس الكلام ده مش مهم واحد واثنين يعني ريسبتور اسمه واحد واثنين. السؤال بقى لو انا ربنا وفقني وصنعت دواء اسمه اي تي 1 بلوكر انجوتنزين 2 ريسبتور تايب 1 بلوكر. السؤال بقى فين؟ كل الاكشن اللي انت قلت عليه كل الاكشن اللي انت قلت عليه مع البريلا هيحصل ما عدا تجميد المجموعه دي يا جماعه مجموعه اسمها ار بي او اي ار بي اسمها كده اي ار بي عشان اس تبقى جمع دي ار بي لما تلاقي دكتور يقول لك بريل بريل ولا بي بريل ولا ار بي اي ار بي اي ار بي يعني ايه؟ انجوتنزين ريسبتور بلوكرز. لا مقطع عندك طلعه يلا اكتب المقطع جنبي قلت اسمه ايه؟ زارتين هيل مجموعه الزارتين دايما بيقولوا يتكلموا لك بريل وزارتين بريل وزارتين مين افضل يا جماعه؟ بريل ولا زارتين؟ زارتين اقوى وانضف. زارتين زي مين؟ عندك كتير لو لو زارتين فال يبقى لو فال. ها في على فكره كتير بقى تيرمي كاندي كاندي وانت اه في لا مش سند ما تضربش لا اسمها كندي انت بتوع كندي دي لعبه ودي لعبه مالناش دعوه. المهم ايوه انا سالته والله ما اصل لعبه في النص. انا سمعت الكلام ده منكم بس في كندي سرطان في على فكره تلمي وول مي في كتير يا ايربي. المهم انت قاعد جنب السرطان لحد بكره هنلاقي كتير اسمك وجنبه سرطان ما حدش شافه وزي فاكر بريل بريل ادم حاجه المقطع موجود يا جماعه. يبقى السؤال محترم بقى سيبك من ورقه قول لي عصفوره كده ايه الفرق بين بريل يا جماعه وزارتين؟ ايه الفرق في الميكانيزم والاكشن واليوزس والسايد افكت ما بين بريل وزارتين؟ قول انت ده ليه؟ اولا البريل بيشتغل لا قول لي بيشتغل الميكانيزم الاول بيشتغل زي بريل بيمنع ايه؟ انجوتنزين كونفرتنج انزيم فيمنع تكوين انجوتنزين 2 بيحصل اكشن. النهارده السرطان بيعمل ايه؟ بلوك بلوك انجوتنزين ريسبتورز اسمها اي تي 1 اي تي 1 اللي هي انجوتنزين 2 ريسبتور تايب 1 لما يقفل يا ولاد الريسبتور دي نفس الاكشن بالظبط ولكن
no effect على الاس ان هيب او الاس انزايم نو سيكولاري ايفكت على انجتينز كونفرتينج انزايم انا ما استاش على الانزايم ده يبقى اذا نو اكيوميليشن اوف ريدي يا جماعه يبقى ان شاء الله نو درايك اوف. ولذلك دلوقتي دكتور تعالى قلبي جامد بقى يقول لك يا ابني عندنا مريض اخذ بريل حصل له كف هتعمل له ايه؟ تقول له باسبرين يقول لك اسبرين ده يفش لا قول له بلاش بريل غير الى زارتين. تقول لي طب ما هقول لك حاجه حلوه طب ما الزرتان يكون افضل فكره زرتان مور بوتنت ولكن مشكلته في مصر ان هو غالي شويه دي حقيقه والله. هتقول لي انت ده كلام كلام يرضي ربنا اه يرضي ربنا طب بلد في عين نعمل ايه؟ قال لك نحترم نفسنا زرتان دلوقتي على مستوى العالم كله زرتان هو اللي مسيطر الزرتان حل محل بريل احنا في مصر اللي شغال عندنا ليه؟ قال لك عشان الزرتان غالي شويه على المريض ما كان ايه مع الزرتان انواع ده بعد انواع ما اعرفش يعني في 80 بريل مثلا ب 10 فغالي كبير برضه. وكمان ده مريض ايه؟ مريض ضغط. اي مريض ضغط؟ هو مريض عنده شويه صداع هيروحوا فبالتالي احنا برضه رافضة من الناس يا جماعه بريل. هتقول لي طب فينا على اسرك ايه؟ هقول لك بس حاجه ثانيه في ناس يقول لك انا ساعات بحتاج التاثير بتاع بريل عشان برادي كاينين يعمل لي فوز دايليتيشن. الناس يقول لك كده بس على فكره الكتب الجديده كلها المراجع قال لك لا زرتان اقوى. هفهمها لك ليه لنفسي؟ قال لك هو الايس ده بيمنع ايه؟ بيمنع تصنيع انجوتينز 2 صح؟ قال لك اذا وجد الجسم طريق الترنيتيف بديل وصلنا انجوتينز 2 يبقى بريل فقط اكشن. لكن انا مستني كل الانجوتينز 2 يتجمع 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 وانا بتجمع له ايه؟ افلو ريسبتور فده مور بوتنت. انا مش هخش في القضايا الخلافيه انا عايز اقول لك لو في الامتحان جالي سؤال ميكانيزم uses side effect of زرتان عايز حد كده تبرع ده كده طبعا ما كتبش حاجه بس الامتحان السؤال هيجي لك كده واحد يقول لي ايه الميكانيزم بتاع الزرتان يا جماعه؟ بلوك انجيوتينسين 2 اتش اس بي من 81 ريسبت طبعا في الامتحان كمله بقى لو سمحت عايز اسمع كده احلى اكشن يابا واحد باص دايلاتيشن اوف مين اكتر من مين؟ ادي اثنين يقلل نور ابنف ثلاثة قلل السمباسات كمل انت اول اربعة قلل الدستير هرمون يحصل صوديا موتر اكسكيشن بوتاسيوم ريتنش خلي بالك اهو اهو طب خش على الكلى نفس الكلام على فكره في ناس قاعده تقول لك ايه يعني السرطان ده حلو اقول له اه طبعا يقول لك طب على الكلى زيه زي بريد يعني اقول لي كده هيحصل ايه في الكلى يا جماعه ما انت لو فاهم تقول لي ما تفرقش ما هو كده كده مش تنزل تو مش متكون قفلناه بريزنتور زي ما انا تصنيعه هيحصل برضه نفس الكلام رينال افرنت فاز دايلاتيشن ايه اللي جي اف ار كمل ها يعني الريمودلنج على فكره يعني الريمودلنج والهايبرتروفي الفرق الوحيد فين بقى؟ ان مش هيزود راديكال وصلت دي يا جماعه جميع نفس الميكانيزم نفس الاكشن الفرق بينهم في كلمه عشان ما اعرفش تقرا الصفحه دي الفرق بين سارتين وبريك ما فيش براديكالين وزيك بص بقى قول يوزز كده انا دلوقتي شرحت الميكانيزم لكش يوزز نفس تاتيوز هم تاتيوز بتوعنا هايبرتنشن هارت فيلير اكيوت مايوكاردال انفكشن اسمع صديقي هو ده بقى الخلاف بقى دلوقتي السؤال في الامتحان لو جيت طبعا تقعد تفكر لا فكر من دلوقتي ايه السايد افكت يا ابني بتاع الزرتان؟ كل السايد افكت لا مفيش كله ما عدا معلش حسام على ما في الامتحان كله دي اللي هتشيل لنا عايز اسمع اربعه سايد افكت كده اكلوا عيش واحد فيرست دوز هايبوتنشن رقم سبعه ادي اثنين ببلاش صح؟ نروح بقى مع بعض الرجي لا لا يعني بص هو بصراحه احتمال بس لسه احتمال اقل عشان ماشي سيبك من دي ها النيوتروبينيا قال لك مع كاتوبيل اكتر اه لا طيب انا بقول لك ده اهو الحقيقه اهو يعني اه ولا لا؟ لا يعني في الامتحان لو قلتها في رقم واحد يقول لك ايه ده؟ لا هو طبعا الكتاب رايح دماغه وسابنا انا اتشل قال لك نو دراي كاف يعني يا عم الحاج اعمل ايه؟ بيحصل في كده طبعا الكلام ده بصراحه لو دكتور مركز يقول لك لا يا حبيبي ما هو الباتي كاينين هو كان سبب في الالرجي الباتي كاينين هو السبب في الكف هو السبب في الديفكت في التيست وذلك انا هختار سايد افكت ما عليهاش خلاف متفقين؟ انا قلت انا سايد افكت ما عليهاش خلاف واحد اثنين ثلاثه ادراتوجينيستي استراتوجينيستي صم تقول لي ما قلناش لا قلناه قول لي ممنوع فين؟ الناس يبقى يا جماعه بص يا ابني اقول لي قضايا مش خلافين يعني ما تقول لي ثلاث سايد افكت في الامتحان ومحدش يمسكك فيهم ولا يقول لك دي مشكله دي مش مشكله قول له ليه؟ واحد فيرست دوز هايبوتنشن صح اثنين هايبر كاليميا مظبوط ثلاثه انوماليز في الفيس لسه قايلين قلنا اساسا السكند والثيرد ترايمستر على فكره بيعمل تراتوجينيستي يقول لك التراتوجينيستي بتاعته زي التراتوجينيستي بالظبط بتاعت مين؟ بتاعت بريل نفس الكلام على فكره مفيش فرق يعني طب لو قلت لك بروتونيوريا نفس بروتونيوريا البروتونيوريا معانا برضه يبقى معانا اربعه هم محترمين
يا بس انا يا جماعه لو عايز تتكلم عن لو سمحت اصل الكلام في الكتاب عمال يتكلم كلام ما اكلش عيش ما هو الكلام كله واحد عايز اتكلم كلام بقى اللي اكل عيش اللي هو ايه يا دكتور لو اجي في امتحان زهرتان اقول له ميكانيزم سهل يوزس نفس اليوزس بالظبط سايد افكت او رد سلب لو قلت ان انا نفس السايد افكت ما عدا ممكن انزله على فكره ما فيش مانع في الامتحان يقول لك مقارنه ما بين البريل والسرطان على مستوى الميكانيزم يوزس سلب الميكانيزم يا جماعه هيبقى مقارنه على مستوى الايه ده بيقفل السيس ده بيقفل اليوزس نفس اليوزس مش كده السايد افكت بقى تقول له هنا في بادي كولين اهم حاجه ولا مش بادي كولين ماشي يا جماعه ايه لا الموضوع فان سنتوميه بصراحه يعني هو مش لازم كده بدي كان هو سبب انا عملت اربعه يا جماعه ده جمعت اربعه صار فيك شباب انا جمعت اربعه صار فيك انتوا مين حاجه اكبر عمرين لسه يلا فريق فريق سوشيال بوتنشن هايبر كاليميا معانا بروتين يوريا اللي هي رينال فيلير يعني ومعانا تراتوجينيست اللي هي مال فورميشن فين في كده طيب يا سيدي المجموعه اللي كنت بشرحها دي انا شرحتها براحتي خالص ما جريتش فيها لانها مجموعه مهمه لحد بقى وعايز الناس تكون فهمت النهارده لما واحد يكون مش عارف يمشي على بريل هي اسمها اي سي ريتور اقول له البديل مين؟ صار تاني اسمها ار بي اي بص اي سي اي اي ار بي بريل صار تاني سهله راح النهارده بقى اشوف اي دكتور قلب واقعد ونقعد عايز نناقش ده مع بعض كل دكتور طب اعمل اهم اربعه ثلاثه اسئله ولا ايه لا مش لازم اقول مش لسه باظه دي يا سلام بس ايه الفرق بينها وبين الفا بروكر مثلا وبين كابتو ريل مثلا دي اسمها دايركت باظه مش اسمها كده دايركت باظه دايركت حاسس ان يعني هقول لك تقسيمه احنا درسناها واحنا شغالين في ارتيريو في فينو في ميكست هقول لك مين هو الفينو بص على الفينو كده مين فينو ده ليه رياضي نايتريت فاكينو الفينو نايتريت وخلصناه طب يا ابني مين الارتيريو الارتيريو النهارده يا سيدي هنلبس بقى الدوين مهمين جدا هيدرولازين وطبعا في دايزوسايد ومنزل بس تشيله منك مش عارف ليه زعلت قوي ده المنزل ده كان جميل والله بس ده يعني المنزل ده كان بايه بتاع اصلا دلوقتي ده اصلا النهارده ساعه ده اسمه مينوكسيديل ده كان باظ ليه يقول لك يا بيه لوشن ولا سبراي قول له لوشن سبراي ده بتاع ضغط لا 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 ده ضغط الاشكال شايش ده ده تلاقيه فوق ال 200 جنيه بتاع شعر اسمه كتير وزي كتاب الفرمه بتاعك طلع محترم قال لك ده ما جوش في الصدريه ده بتاع ضغط بتاع شعر يقول لك ايه خلاص احترم ايه احترم الصدريه والله لكن كتب الفرمه كان اسمه نوكس تيل امال هو شعر عندك مين؟ واحد اسمه هايدرولازين يعني بتاع الشعر ويسيبوا البامبر هايدرولازين ده معلومته مكتوبه جنبي انه في الفرمه كلها دراك اوف تشويس عليه ملاصه دي وسي على دراك اوف تشويس انت هيدرولازين هو ارتيريو ده في الفارما كلها دي وسي دراك اوف تشويس في حاله صم اسمها هايبر تنسيف امرجنسي ويز بري اكلامسيا بي سايد بري اكلامسيا دي اسمها ده كده تسمم الحمل وركز لما اقول لك كده هايبر تنشن ويز بريجنانسي قول لي الفا مثال ايه رد عليا دوبه لما اقول لك انا اقول لك اهو هايبر تنشن وسبري اكلامسيا طبعا بري اكلامسيا سموا حاجه لازم في حمل برضه الفرق بينهم يا ابني دي واحده عندها ضغط بس مستقره قاعده في بيتها قول لها يا راس اسمها الفا مثال دوبه يا حاج مش عارف حد ما ربنا يعرف ياخد ليه طب دلوقتي يا سيدي جاي لها في الجايه في المستشفى بتتشنج لا قدر الله واحده بريجنان ضغطها عالي الدايستول فوق 120 الخوف اثناء الحمل ايه؟ ان بيحصل لا قدر الله ديس للام وديس للجنين يعني الاثنين والكونفرجن ممكن تودي حياتهم الاثنين وزي يقول لك لازم دواء هيدرولازين اي في اي ام تاني حوار اي في اي ام قال لك ده دراج اوف تشويس دلوقتي طب تقول لي طب ليه ما اديناهوش مع كل الناس؟ الدواء ده هيعمل مصيبه تحت لو رضيتها على نفسك او على حد قريبك نديك هيدرولازين ده فقط شفت كلمه ريستريكتد يورا شفت ريستريكتد؟ يعني ايه مكتوبه اول كلمه ريستريكتد يعني فقط لحاله واحده في الطب كله اقول لك هيدرولازين قول له بتوع النساء بيستخدموه في حاله واحده هايبر تنسيف امرجنسي ويز بريك لانسيا لو الضغط عالي قوي اثناء الحمل. طيب ثم يا جماعه مجموعه كده اسمها ميكسد دواء ظريف دمه خفيف بنحبه قوي اسمه صوديوم نيتروسايد بيسموه كده دراج الاسود بيبقى بص يا جماعه بدون زعل يعني الدراج ده هو اصلا اسود ويوم ما يتاخد اسود على المريض واسود على الدكتور. تقول لي طب المريض ليه؟ هيموت. طب والدكتور ليه؟ هيتشال. اه ازاي الدكتور زعلان والمريض زعلان والده بس اصلا كعيب ده كعيب بس ده مظيف المهم انا بنشوف دلوقتي
خليه بس معايا. والله دواء دمه زي العسل. والله يسلمك. والله يسلمك زي العسل. طبعا بما انه يا جماعه بيقال افطر بس مش علاقه بالفين مش تاثير على الفين يبقى اذا الفين شغال زي ما هو بيجيب الدم كويس في نصتين نورمال يبقى الكارديو اوتبوت نورمال وقد يزيد هيبقى انا عايز كلمه واحده في العك اللي فوق ده هو الدراج ده يا جماعه بيشتغل ارتيريو يبقى بيقلل كلمه اسمها افطر ايه افطر حتى الميكانيزم مالوش هقول لك ميكانيزم نفسك ما تكتبوش هو دايركت بيشتغل ازاي انت عرفت ان في ماده اسمها الثرومبوكسات لسه هناخدها في البروتوكول ان شاء الله الثرومبوكسات دي ماده بتعمل فازو كونستريكشن يقابلها ماده اسمها بروستاجلاندين اي 2 اللي هي بروستاسايتس بتعمل فازو دايليشن لما ناخد الكلام ده في البروتوكول يقول لك ايه هي بتزود البروستاجلاندين اي 2 فهتعمل فازو دايليشن مش عليك طيب يا سيدي انت عايز تقول يا دكتور باز الدواء ده يستخدم فقط في حالة واحدة في الطب كله عرفتها؟ يعني اقول بقى قول بقى من فوق بقى يا راجل بقى هي حالة واحدة والله احفظها تاني بقى ها اي بي او اي ام حتى من اول الكلام ان هايبرتنسيف ايمرجنسي وذ ايه بري اكلامس الدواء ده ليه بقى دكتور سؤال محترم ليه بس الحالة دي طب من دي في حالة هايبرتنسيف ايمرجنسي عموما قال لك لا الراجل ده الوحيد اللي بديه في حالة دي لانه سيف سيف على الفيتس حصلنا كده امن على الجنين طب ليه ما نحبوش يا جماعه بقيه الحالات يقول لك الصالي فيك بتاعه بص على الصالي فيك كانه ركز 1 2 3 4 5 انا عايز اهم صالي فيك هبدا بيه معلش اتش هيدرازين اتش هايبر سنسيتيفيتي داش دور عليها معلش رقم كام 4 تقول لي يا دكتور ما الادوات الفارما كلها بتعمل هايبر سنسيتيفيتي احنا لاحظنا كذا مره كده لا النهارده هايبر سنسيتيفيتي من نوع عجيب فرب الباثولوجي يسندني شويه يا رب اسمع يا سيدي بيقول لك ان الهيدرالازين اتشال من الطب الا الحاله دي بس وحتى بيقول لك لو لوبه دي هنشيله خالص الهيدرالازين اتشال من الطب ليه عشان هايبر سنسيتيفيتي رياكشن بيحصل في بعض الناس حاجه شبه روماتويد ارثرايتس ايه روماتويد ارثرايتس ده يا جماعه تكلم لما اسمع بقى القصه لما المناعه تحفز ضد الدواء وتهاجم الدواء وتهاجم معاه الجوينت المفصل يحصل زي اوتو ايمون جدا اسمه روماتويد ارثرايتس يحصل التهاب في المفاصل زي روماتويد لا وخد التاني لوبس لايك سندروم ايه لوبس دي؟ عارفين مرض اسمه سيستميك لوبس ولا لا؟ الزئبق الحمر اول معلومه ادم جه لوبس لايك يا ابني اعراض زي الزئبق الحمراء بالظبط اول معلومه عن الزئبق الحمراء بقى سيستميك لوبس وروماتوزيس هذا مرض كومن في الفيميل ماشي اسمع بس ربنا عارف الجميع يا جماعه هذا مرض كومن في اليونج ايج من اول سن 16 سنه لحد 25 سنه طيب الناس اللي خايفه ايوه صبحي اسمع الاعراض ده ربنا ان شاء الله ما تكونش موجود اول حاجه غير بيوعى يا نهار ابيض تقول لي بص بلا شعر والله دي حقيقة الله بيبان بالوش يا جماعة وان شاء الله مش حد عنده في المجموعة خلاص الوش بيبان ازاي بيبقى هنا فيه رسيمة حتى بيسموها رسيماتوز يعني ايه رسيمة يعني احمرار المنطقة دي بتبقى حمرة جدا وواضحة قوي عشان بص على جنبه اقول كده ناس كلها تبص على جنبه ما يمكن ده حمار رباني انت ما تعرفش ده حمار رباني المهم رسيمة احمرار على فكره غير نص والاحمرار مش ما يتكلش عيش برضه يقول لك لازم اربعه كرايتيريا بيحصل التهاب في المفاصل اه انتشار في المفاصل شايف الكلام ده ارثرايتس ثم التهاب في البلورة والبريتونيوم والبريكارد لا كتير يا دكتور ان شاء الله احنا فاهمين ده كله كده كرايتيريا بتتجمع مع بعض اسمه لوبس ريسيماتوز السؤال بقى المحترم ايه ده اوتو اميون ديزيز المناعه بتهاجم الجسم في كل حته هذا مرض فيتال في سن صغير قوي يبقى فيه الروح يعني حلو عايش مثلا واحد عدى اعصابه لحد اللي شافها كان كلها في ميل المرض ده نادرا ما يحصل ميل يعني 9 في 1 ميل فالحمد لله نادرا ما بيحصل يعني مهم بقرا صبح اسمع بس المرض ده ربنا عارف الجميع فيه ده ليه المرض ده مش حاجه ماتت فيها بتموت قبل سن 25 30 سنه يعني انا شفت مره حاجه 17 سنه وضعيف
حالة كانت غريبة في طب والله دي كانت حالة من السوية بصراحة بيزيكوا والله مش خلاص السنة ستة طب يعني ستة طب بقى دكتورة دخلت كانت طبعا حالة محسنية بصراحة كل الناس كانت تشوفها طبعا حاجة محسنية خلاص ستة خلاص في امتياز كل شوية تخش هنعمل كده سبب ستيب كلوز ده المهم ان المرض ده انا اقول لك انا خوفتك منه ترضى لحد قريبك لا قدر الله اصل مكتوب جنبيها كلمة ريفرزر شفتها ريفرزر يعني ارضى الصبح يعني بعد ما وقف في الدواء لا يسمح هيرجع المريض سليم الصبح ده انت حبيبي يعني هذا الالرجيك رياكشن مؤقتا طب بالله عليك لو انا قلت لك مؤقتا ترضاها اقول لك ما ترضاش ادام فيها ديستلا ولذلك الهيدرولازين عشان كده بدات بالكلمه دي هيدرولازين ما تنساهوش يستخدم في اتش هايبر سينستيفتي هايبر سوري هايبر تنسيف امرجنسي حاله بريكلامسي وعنده سايد افكت اسمه هايبر سينستيفتي عباره عن كلمتين روماتويد ارثرايتس ولو باسلين بلاستيك هو سلايد طبعا الكلام ده ريفرسبل ولكن ممكن المرجع يحصل له يكمل الحال في طبعا عندك كلمتين كمان ماشي عرفت ليه الدواء ده ريستريكت ده يعني بقى محظور فقط في حته واحده بس هايبر تنسيف امرجنسي مع بريكلامس في سايد افكت ثانيه شويه بصيت فيك عليه الدواء ده يا جماعه لما يعمل فاوز ديليتيشن في الفرد ركز معايا في الكلمه الجايه دي لما يعمل فاوز ديليتيشن يا شباب بيحصل طبعا حاجه اسمها ريفلكس سيمباثيتك ستيموليشن وضع لما سيمباثيتك دي حتى لو كان بيعمل ريفلكس كامل تاكي ايه لو سمحت قد ايه هدف في ريفلكس تاكي كارديا اضف بيتا بلوك تخيل لما يكون دواء في الفارما محتاج دواء يعالج يعني اقول لك ده دواء عايز دواء يعني عايز دواء يعالج يقول لك ان الدواء بيعمل ريفلكس تاكارد لازم ادي دواء معاه يمنع التاكارد دي بيدا بلوك لا وخد دي كمان وجدوا ان هذا الدواء يا جماعه بيعمل فاز دايلاتيشن طبعا يحصل دكريز بلا بريشر يحصل ريفلكس سمباثيتك لما يعلى بيزود رينال حسن سؤال صغير لما الرينال بيعلى يا جماعه بيعمل صوديوم موتور ايه يبقى هدف معاه دوري ده مش عايز دواء ده عايز دوائين ولذلك يا جماعه عشان ما تنساش كلمه بص يا ابني يبقى انا كمان بقى عايز تفهم بقى الفازو دايليتور كمجموعه كلها فيها فقط هايبر تنسيف امرجنسي بص كده تلاقي فوق هايبر تنسيف امرجنسي ليه دايما في الطوارئ بس؟ لان يا ابني عشان تديها لازم معاه دوايين يعني هو مش دواء هو تلات تقول له كده الفازو دايليتور ده مش دواء ده تلات تقول له ده يعني الفازو دايليتور الاول ومعاه واحد يمنع التكرار ده اسمه بيتا بلوكر ومع واحد يمنع الصوديوم والتنشن اسمه دايوريتيك طب انا هدي الثلاث ادويه مع بعض في مريض ضغطه مايلد يعني ستيج 1 لا ستيج 2 لا امرجنسي وسط ولا يعني هو هيقول لك حال فيه يا دكتور عاقل يبدا بعلاج ضغط بالفازوليتور يقول لك يبقى لانه عشان يدي فازوليتور محتاج درجين معاه كمان واحد اسمه بيتا بلوكر واحد اسمه دايوريتيك يعني مش هيبدا بواحد هيبدا بالثلاثه مفيش مريض مايلد او مودريت او سيفير حتى هياخد ثلاثه في الاول الوحيد اللي بيبدا معاه 3 او 4 او 5 هايبر تنسيف امرجنسي وصل المعلومه يبقى ارسل افكت ديكريز بريشر او وصل ديشر ريفلكس سمباثات ريفلكس تاكي كارديا اضيف بيتا بلوك رينين بيعلى اضيف دايوريت السايد افكت يبقى انا قلت الاثنين سايد افكت اللي اكلوا عيش اهو ده ريفلكس تاكي كارديا ورينين عشان كده اضيف بيتا بلوك ودايوريت وعندك اتش هايبر سنسيتيفيتي رياكشن في عندك سايد افكت اي كلام في جي اوتي ابس دكتور جي اوتي ابس دي لا ده طب وفي هيديك فلاش عارفها اي دواء في الفرن بيعمل فاز ريتيشن يعمل هيديك فلاش في بقى رقم سي 5 ده اخر واحده صعبه بص يا ابني وانت بتذاكر ما تعرفش تفرح انت تحفظ الحاجات بتاعت كل الناس ليه كل درجات بتعمل جي اوتي ابس ممكن تعمل اليرج بس هنا اليرج كانت مميزه في الفاز عايز بقول معلومه من الجنرال فارم فاكر مجموعه اسمها اسيليتور او استايليتور انزيم اللي كانت بتكسر دواء اسمه ايزونيازيد مش فاكر في مصطلح اسمه ايديوسينكراسي اقول ايه تاني بقى انا فاكر في ناس من الناس في بعض الناس يا جماعه عندهم استايليتور اسمها سلو وناس عندهم استايليتور اسمها ايه رابت ده مش بيبقى رابت اكيد يعني وقلنا يا جماعه زمان الناس اللي عندهم استايليتور دي بطيئه بيحصل عندهم توكسيستي اكتر صح انتوا واضح ان انتوا مش ناويين تقولوا خالص ماشي اقول انا رايح دماغي عشان ما تشالش بص يا ابني احنا عندنا الاستريتور دي يا جماعه الاستريتور دي في الفارما هتكسر كذا دواء هنا في الترم الاولاني هيدرولازين اهو في الترم الثاني في كده دواءين كمان هيدرولازين ده في جروب اسمه للعلم يعني هيدرازين جروب ده يا جماعه الفين هو اللي بيتكسر الانزيمات اسمها استريتور سؤال صغير احنا عندنا استريتور في البشر نوعين سلو ورابي حاجه جينيتيك
مين يا جماعة اللي يحصل توكسيستي أكتر في الدواء اللي اسمه هيدرولازين؟ اسطول يا رابط اسطول ايه؟ هيتجمع في الجس وشوف بقى المفاجأة الكبرى بيعمل نيوروباسي تقول نيوروباسي؟ شوفها كده بقى نيوروباسي أقول دلوقتي فعشان جابلك انتي فاكتر فيسنت عايزين حق؟ نشرحها؟ لا نشرحها مش قالك انتي فاكتر فيسنت؟ اشرحها بقى فهمت بص يا ابني سيبك اللي انت قلته ده اللي كلامه هو بجد حظنا الهباب ان هيدرولازين في الاستراكشر بتاعته بالظبط شبه ماده اسمها فيتامين بي 6 اللي موجوده عندنا في الجسم حد عارف اسمها اسمها بايريدوكسين بايري اللي عايز يعرفه اللي عايز يكتب كلام يرضي ربنا يعني الهيدرولازين كدراج عملت سيميلر اي الاستراكشر يا جماعه تو كده كوريا فيتامين بي 6 اللي هو اسمه يا جماعه اهو بايريدوكسين الكلام ده هنقوله اللي فين بس ايه كمان كلامك كتبوش بس كده لي فيتامين بي 6 يعني عطاني فيتامين بي 6 واداني هيدرولازين واداني روس وقال لي اشتغل عايزكوا تعالوا اشتغل بص يا سيدي هيدرولازين كاستراكشر شبه بالظبط ماده في الجسم اسمها فيتامين بي 6 اسمها عندنا في الكيمياء زمان بايريدوكسين تقول ايه المشكله ان الجسم لما يتاخد فيه يا جماعه هيدرولازين ما بيفرقش الانزيم ما بيفرقش ولك والله الاستراكشر بتاع الهيدرولازين شبه بالظبط مين فيتامين بي 6 فالانزيمات لما تحب تكسر تعمل ايه قول بقى هي انزيمات البطيئه يا جماعه دايما البطيء ده بياخد ايه بيشتغل براحته وبالتالي لما يشتغل براحته ايه يكسر كل حاجه عارف السريع مش هيلحق هيبقى متلصق فالسلو استاليتو بتعمل ايه بتكسر هيدرولازين بذمه وبالطريق بتاخد معاه مين فيتامين طبعا فيتامين بي 6 الناس عارفه من ضمن وظائفه في الحياه ده فيتامين بي كومبلكس امال ايه 1 و2 و6 و12 ده بيعمل ايه مايليشن بدون تفصيل طيب المهم لو فيتامين بي 6 ده بيعمل ايه يا جماعه يحصل عند المريض ايه نيوروباس هقول لك حل ولا ايه طب ما الحل ايه يا جماعه تنهار موداني لا ما انت فهماني بقى اديك فيتامين بي 6 من بره ليه قول انت بقى ده ولا يهمك هو كده كده الانزيمات هتعمل ايه هتكسر هيدرولازين ومعاه فيتامين بي 6 بدل ما اشتغل على الانزيم اللي عندي في الجسم على الانزيم اللي عندي في الجسم اقول لها يا ست من بره اهو اتفضلي كسري في براحتك وصل يبقى ده كراسه السطر السوارد معلش الكلام طبعا ده املي ايه ايوه ما هي الفيتامين بي 6 هو اللي بيتكسر بيه فانا بديه من بره وزيك يا جماعه سؤال سيب اكتب سؤال سيبين يلا سيب ليه ادوني 3 دقائق سيبين فيتامين بي 6 ماست ادد تو فيتامين بي 6 ماست هاد تو هيدرولازين ان تريتمنت اوف هايبرتنشن فيتامين بي 6 يا جماعه هاد تو هيدرولازين ان تريتمنت اوف هايبرتنشن ها عايز حد بقى عشان يكتب اللي انا قلته العك اللي انا قلته ده كله عايز تكتبه بصوتين حلوين حد يقول اكتب ورا هتقول له هيدرولازين هاز سيميلر استراكشر هيدرولازين هاز سيميلر استراكشر تو فيتامين بي 6 وبين قوسين اسمه يا جماعه بايريدوكسين لو سمحت يبقى هيدرولازين هي سيميلر ستراكشر تو فيتامين بي 6 اللي هو بين قوسين بايريدوكسين ها سو بقى اقول سو بقى سو استايليتور انزيم سو استايليتور انزيم المفروض سلو ما هي سلو استايليتور بالذات يعني استايليتور انزيم بيعمل ايه؟ ليد تو ديستراكشن اوف فيتامين بي 6 ويز هيدرولازين يبقى يا جماعه استايتو انزايم بتعمل ديستراكشن اوف فيتامين بي 6 ويز هيدرولازين يحصل كلمه مهمه اسمها ايه؟ نيوروباسي او نيورايتس يحصل كلمه اسمها يا جماعه بريفرال نيورايتس انا كده فهمتك اللي ايه صايد سو يا احنا ايه سو ادي بقى ما هو ليه برضه بس سو اد عشان سيبنا فيتامين بي 6 ليه لا عمو عشان يتكسر يا عبد الله مش شديدين ايوه بدل جوه يعني تدي فيتامين بي 6 من بره عشان يتكسر بدل جوه وبيضحي نفسه يا جماعه قبل مصر خلاص طب هناخد صوره عند المستشفى ليه؟ لا لا لا